نسبة وقف المناوبات راهي أكثر من 90% هنا في العاصمة، وتقريبا أكثر من 94% راهم متابعين الإضراب. مثلا في النسبة العالية، أكبر نسبة راهي كاينة في كلية تيزي وزو، أكثر من 99% من وقف الإضراب ونسبة نسبة الإضراب ونسبة وقف المناوبات. ونسبة راهي تتراوح أقلها 85% في الصيف، وفي أغلبها تتراوح ما فوق 92% في التراب الوطني، ومنها قسنطينة راهي 98%. بتاتا ما راناش رافضين الحوار، وأي ديكلاراسيون تدعو إلى ذلك راهي بالعكس راهي مغرضة، وراهي تتهم فينا بالباطل. نعاودوا نذكروا المواطنين بمن هو المسؤول على كل هذه النقائص في المناوبات، باش يتحملوا مسؤوليتهم وباش يلقاو حلول لهذا الشيء. ونحنايا ثانيين هذا الشيء باش يفهمونا ونلحقوا الى حوار جدي فعلي دائم.